انت مونولوجيست صح؟ لا مونولوجيست بتلم نكت كانت لذيذ كده صح؟ لا بس دم خفيف يعني انا بقى خدت من دم ما كده تجيزنا يا عم. لو بتولد كونغر كان زمانه نزل. يا الله هو ده الدكتور اللي هناك؟ اه تعالى الحقه بسرعه الحقه بسرعه. دكتور معلش بعد اذنك انا عايز اسالك على حاله مراتي منى، اخبارها ايه؟ هي صعبه شويه مش هكدب عليك الصراحه. وريهام مراتي اكيد صعبه طبعا. هي صعبه برضو. اه انا جلاو. ايوه استاذ جلال انا مع حضرتك اتفضل. سامعك انا سامعك اتفضل امرني بقى. انا يا بيه اخدك من المهندسين لحد المرج واخش لك في شوارع مكسره وهاتك يا مدقات واقعد انط لك من بلاوعه لبلاوعه لبلاوعه ولا كاننا سلاوحي في النينجا واخره المتمه تديني نجمه واحده وتشكرين يا راجل يا عره. والله بقالنا فتره في مشاكل بيني وبين مراتي ورجعت امبارح لقيتها مغيره الكالون مش عايزه تدخلني البيت. طالبه الطلاق وانت؟ مش طالبه معايا الصراحه. صحيح. طب يا جماعه انا مبسوط جدا لاني اشتريت الجاكيت الجلد ده ب 6000 جنيه بس. فعلا؟ اصل انا جبت اخوه بالظبط ب 4000 جنيه بس. لا ما انا خدت عليه كاب وتيشيرت بيضه هديه. غريبه اصل هم ادوني كاب وتيشيرت بيضه وبيضه هديه فانا مش عارف 6000 جنيه. 6000 بالنسبه لي مش فلوس انا شغال في البترول. عجيبه اصل انا شغال في الادويه بس ما تضحكش عليا. يا جماعه حرام عليكم كده. اتفضل حضرتك. لا والله ما تجيش. لا لا ازاي ما يصحش والله اتفضل ازاي. والله شكل حضرتك مستعجل. انا ولا مستعجل ولا حاجه. ازاي اتفضل طبعا ما يصح. انا سامعك بتتكلم في التليفون انك مستعجل. حضرتك قصدك على التليفون؟ لا خالص والله. ها بسيطه. بسيطه خالص والله اهو. الو. لا لا ابتدوا من غيري انا هتاخر. اسمك ايه يا حبيبي؟ حكمت او رافض. ايه؟ معناه فاهم هو حكمت او رافض الدرديري. هو اسمه مركب لان احنا عندنا اصلا التردد في العيله من زمان يعني. وراثه يعني. حاجه زي كده. سنك كام سنه يا حكمت؟ انا 36. هو انا هقطم اشاره شارع فيصل ليه؟ نار فاتحه بقى عشان رجلي وجعتني. نار فاتحه. انا نقطم قال. يا فندم الاكل اخباره ايه؟ مش معقول الزوز ده على فكره. مش معقول على فكره. انا بس بطمن الاكل عاجبك. ما انا بتنيل باكل الاكل عاجبني. الاكل عاجبني عشان كده بتنيل باكل. يعني ممكن تكون بتاكل عشان جعان مش الاكل عاجبك. مش حلو بقى تتهرج معايا بقى وكده. لا 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 مش معقول كده. انا بس بقول لك التقييم عادي. اقول لك التقييم اخباره ايه؟ اقول لك التقييم اخباره ايه؟ اهو نادر الزفت. ايه رايك بقى؟ متشكر. نادر قطرون. متشكر جدا. نادر النيله. انا موافق. فين المدير؟ مش فاهم فين المدير. هو ده الكعب الشريف. هو ما هو يا ليه يعني ده لأهانة رئيسك في العمل. ما الناس هتاكل وشي. طب انا اصلا بقى انا في شركه ثانيه اصلا فلو كده هتجي انا تقول حته من التورته عليك رزايه. أيوة. رزايه صغيره. اوكي انتوا جايبين لي موظف في الشركه المنافسه يا اساتذه. طب ايه رايك بقى انا هولدك وهولد مراتي بقى. طب ايه رايك بقى انا هولدك وهولد مراتك وهولد خالتك. طب ايه رايك ان انا اسرع منكم انتوا الاثنين. فاكر اخر هديه جبتها لي كانت امتى؟ كان في عيد الام اللي فات. جبت طقم 12 كوبايه فيروزي ومعمول من الكريستال. حتى كان معاهم كده بالاماره كارت صغير مرسوم عليه تويتي وراكب فيسبا اللي مش شاكت جلد وعامل كده. كان صايع كارت ده اتعلقه على اي حيطه في البيت. حلو دوري. ها ما هتروح لو خايف تروح. لا مش ها ايه مش موضوع خايف بس ما ترياق ناشد الابانوسي ان هو يعمل ايه نبيل. انا اسف يا طنط انا مش فاهم يعني ناشد على وزن فاعل يعني دي جمله اسميه وده شخص معانا انا مش فاهم. نبيل خلصوني بقى. اما المعلم شافه زغده بالغزاله ست طعنات في صدره. خمسه بس. ايه ايه الطلبه؟ هم خمس طعنات بس. خمس طعنات بس. بتشرب سجاير؟ والدكتور في ايه بالظبط؟ انا دكتور في ايه؟ انا حاصل على دكتوراه في كيفيه تسريب غاز الفريون من التكييف الاسبليت. يعني انت اصلا فني تكييف؟ لا يعني انت اصلا فني تكييف وعامل لي ده يا دكتور ومن ساعه ما دخلت ورا قسم بالله مش طايق ومستنيك عشان تداني. طب انا موريش حاجه انا قاعد. انا كمان قاعد اهو. انا قاعد والله اهو. انا قاعد اهو. اوريك على حاجه؟ انا نايم. طب يا سلام انا هتغطى شويه اهو اهو يلا اهو اهو. انا ورايا حاجه انا موريش حاجه. اخترت الحل التاني. فلنفترض دخلت علمي واخترت علمي علوم يبقى كده خلاص راحت هندسه. حلو هندسه. انا مش عايز هندسه. وحش هندسه. نفس الكلام لو دخلت بقى علمي واخترت علمي رياضه يبقى كده خلاص بقى اروح كله عليا علوم وطب وصيدله. مش حلوه صيدله. ما انا بقى كنت عايز صيدله. جميله صيدله. مش صيدله بالذات. ما هي دي المشكله يا دكتور ان هي قرارات مصيريه كتير بتخش على بعض بس انا مش عارف افكر فلما بخش على بعض بس بخبرها تاني. لا 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 الله اكبر الله اكبر اهدى حبيبي اهدى انا نبيل